السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سيكون المحور الرئيس حول الحدث المهم الذي نال اهتماما ومتابعة من قبل الشارع الرياضي برمته، وهو مشاركة فريق الشرطة بدوري أبطال آسيا والنتائج التي آلت إليها تلك المشاركة، وبالتأكيد تداعيات هذه المشاركة التي أسفرت عن جملة من القرارات التي اتخذتها إدارة نادي الشرطة. هذا المحور وقضايا أخرى متعلقة بالأمر سنطرحها على ضيفنا، وكذلك من خلال فقرات البرنامج لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وننطلق مع ما أسفرت عنه مشاركة فريق الشرطة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث تديل الترتيب لفرق المجموعة الثالثة بثلاث نقاط فقط، وذلك بعد حصوله عليها من فوز يتيم على الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف، بعد أن خسر خمس مباريات أمام الأهلي السعودي ذهابا وإيابا، وأمام استقلال طهران الإيراني ذهابا وإيابا، وخسارة أيضا أمام الدحيل القطري في مباراة وفاز عليه في أخرى كما ذكرنا. بالحقيقة المتابعين والمختصين ونحن في حيرة واستغراب من هذا الأمر، بعدما بات صدى المشوار الآسيوي كابوسا وحلما مزعجا يتجلى دائما بالهبوط والخروج من منافسات البطولة الأهم للقارة الصفراء. بالتأكيد لا أحد يتحمل ثقل الانتكاسة ويتحمل مسؤولية الإخفاق، ولا نرى أصلا أي قرارات إدارية بعد كل خروج تساهم بشكل فعال في معالجة المسار الخاطئ. الشرطة فريق كبير، وكل الفرق الكبيرة تتعرض إلى حالات إخفاق، يحصل هذا في كل الفرق الكبيرة. نقاط كبيرة على عدة مستويات، على البنى التحتية، على الفروقات الفنية، على الاستقرار العام بشكل عام، وبالتالي هذه تؤثر علينا حقيقة أن نلتحق بالآخرين. نحتاج ضمن حسابات زمنية صحيحة، وممكن أن نصل إن شاء الله. والكرة تعود، المحاولة إلى المعز علي، هذه النتائج المخيبة للآمال لفريق الشرطة أسفرت عن ثورة عارمة لكل متابعي القيثارة الخضراء، وانتقادات جمة طالت المنظومة الإدارية للنادي، فضلا عن الجهاز الفني الذي يقوده الصربي ألكسندر أليتش. وبالتالي انعكاسات النتائج تركت حزنا وغليانا لمن مثلوا الأخضر الشرطاوي سابقا، وأصبح الكلام يقال هنا وهناك، وبات الحديث عن هذه المشاركة الشغل الشاغل لكل العراقيين، حتى من هم بعيدين كل البعد عن الشأن الرياضي، بحيث لم يتوقف الحديث من قبل المتابعين وكل وسائل الإعلام، لا سيما بعدما كانت ردة فعل إدارة النادي سريعة جدا، يعني نوعا ما، وعلى ما يبدو أنها غير مدروسة بالشكل السليم، لتسفر عن إقالة الجهاز الفني المساعد للمدرب والمتألف من المدرب المساعد الأول الأردني هيثم لشبول، والمدرب المساعد الثاني حسين عبد الواحد، ومدرب حراس المرمى عماد هاشم. لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل قررت الإدارة أيضا توجيه إنذار نهائي لجميع اللاعبين، وضرورة احترام شعار الكيان الذي يمثلونه بالشكل الذي يؤمن حضورا تنافسيا يليق بإمكاناتي وإنجازاتي وتاريخي هذا النادي. فريق منتكر بالنجوم يوصل هاي النتيجة، فصارت عندنا في 99 إذا أتذكر جمهور الشرطة لاعبين المنتخب نجوم هواي، علما هذاك الوقت يعني كان ماكو مادة جفاف، جاي اللاعب عنده حرص وغيره للفانينة ومحب للنادي، بس ما حققوا
الدوري ليش؟ يعني كثرة النجوم، فلهذا السبب أحد الأسباب إخفاقات الشرطة. لاعبين يعني كان يستحقون اللي صار يعني الصراحة بالبطولة الآسيوية، كان من يستحق، بس تعرف الفوارق كبيرة بين الفرق اللي لعبنا وياها. أتمنى نستفادين منها، يعني الأمور الإيجابية نأخذها منها، والأمور السلبية أكيد إن شاء الله يعني نتمنى ما تتكرر بالمستقبل، مو بس على مستوى نادي الشرطة، على مستوى الأندية اللي راح تمثل يعني بالموسم المقبل. مشاهدينا، للحديث بقية ولكن بعد فاصل قصير، خليكم ويانا. نحن مع محور مشاركة فريق الشرطة بدوري أبطال آسيا والتداعيات التي آلت إليها تلك المشاركة. وبهذا الشأن ينضم معنا عبر السكايب من مدينة أربيل العراقية الكابتن عماد هاشم، حارس منتخبنا سابقا ومدرب حراس مرمى فريق الشرطة، الذي طاله الإعفاء من منصبه ليتحدث لنا وبكل صراحة عما جرى بمشاركة الأخضر الشرطاوي في منافسات دوري أبطال آسيا وخروجه خالي الوفاض والأزمة التي تمخضت عن إعفاء الجهاز الفني المساعد وتوجيه الإنذار للاعبي الفريق. أهلا بك كابتن عماد، سعداء بانضمامك إلينا. اهلا وسهلا بك عزيزي استاذ بلال، رمضان كريم عليك وعلى كادر البرنامج، وايضا رمضان كريم على كل اطياف الشعب العراقي. اللهم امين. كابتن، اسمح لنا ان نتابع التقرير التالي الذي يلخص الاحداث التي جرت مؤخرا مع مشوار الشرطه الاسيوي. سنتابع ولنا عوده، خليك ويانا. 1-0 والكره تعود، المحاوله الى البعد السعالي، مشاركة آسيوية خجولة بوضع مختلف وبأجواء سادها الجمود والإحباط والتوتر، واختلط بها الحابل مع النابل لينقلب إزاؤها السحر على الساحر، عندما سقط ممثل الوطن المسلح بأقوى الأسلحة والمدجج بنجوم ربما تفتقر لهم بقية الأندية لتتحدث هنا ميزانيته الانفجارية التي تحلم بها جميع أندية العراق، بعد أن وجد نفسه متعبا منهك القوى لا يستطيع مجاراة الخصوم، وفي حيرة من أمره عندما ضربت زوبعة مفاجئة من الأحداث المتسارعة أطناب البيت الأخضر لتشتت قواه وتجعله موضوع الحدث وحديث الشارع الرياضي برمته. لو اللاعب عنده محبة للجمهور، لو اللاعب عنده ضمير ونكران الذات، ويصلون هاي النتيجة. من يصير تكاتف ويصير محبة ويصير غيرة وحرص وحب للنادي أو للجمهور فيحققون نتائج، هاي أحد الأسباب الرئيسية بإخفاقات نادي الشرطة. قبيل الخوض بمنافسات البطولة الأقوى للقارة الصفراء، كانت الأمنيات تتوضح جليا على محيى من يمسك بمقود السفينة الخضراء، لكن عرفنا دائما أن للنصر عدة آباء وللهزيمة أب واحد، ومن هنا نجزم أن لا أحد يتحمل ثقل الانتكاسة وحمل الإخفاق سوى إدارة النادي التي أخذت على عاتقها تسير الأمور وقيادة الفريق إلى ما يصبو إليه عشاق القيثارة الخضراء، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي سفن المنظومة الإدارية. الشرطة داود، أوه يا داود، ولا تزال خطرة. صدى المشوار الآسيوي بات كابوسا مرعبا، بل ربما حلما مرعبا يتجلى بالهبوط في المنزلق الخطير الذي تعرض له عازفو القيثارة الخضراء، ليغير خارطة اللحن الشجي الذي اعتاد عليه عشاقها منذ 9 عقود من الزمن إلى لحن النشاز قد يمارسه عازف مبتدئ يبحث عمن يأخذ بيده إلى عالم الحرفنة والإبداع. وجراء ذلك لم تقف إدارة النادي مكتوفة الأيدي، بل راحت تسطر جملة من القرارات التي ربما للأسف عالجت إزاءها الخطأ بخطأ فادح،
عندما أقالت الجهاز الفني المساعد وتركت ربان السفينة يقود وهو معصوب العينين. وماذا بعد القرار المجحف؟ عدنا والعود أحمد. نعم هو كذلك، لكن هذه المرة من بوابة الدوري المحلي الذي وعلى ما يبدو سيبقى المقياس الحقيقي لمستوى أنديتنا التي ظلت أسيرته بعيدا عن التمثيل الآسيوي. وبين هذا وذاك عاد أهل القيثارة الخضراء بعد هضمهم الدرس جيدا ليقلبوا الطاولة على نفط ميسان ويعاقبوه أيما عقوبة، بعد أن تطاول وهز شباكهم مبكرا ليهزوا شباكه ثلاث مرات وبعنف. قدرنا شوية نرفع الضغط عنهم بالحالات النفسية والكلام المعنوي، فقدروا أنهم يحصلوا نقاط المباراة وثلاث أهداف وكان المفروض يسجلون أكثر. فلا نعلم هل هي صحوة حقيقية أم أنها عابرة، وسيبقى الحبل على الغارب ليبقى حامل اللقب بطلا من ورق. عودة إلى الكابتن عماد هاشم ضيفي عبر السكايب من أربيل. كابتن دعني يعني أبحث عن المعلومة في الزوايا المظلمة إذا صح التعبير وأسأل، هل رافقت رحلتكم بالبطولة مطبات يعني أو أمور خفية؟ هل كانت هنالك مشاكل بين اللاعبين أو حتى الجهاز الفني للفريق بحيث أثرت بالنهاية على النتائج والمستوى العام؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنت مثل ما تعرف كل فريق تصير عنده نتائج سلبية لازم أكو أسباب هاي النتائج السلبية. بصراحة إحنا بعد بطولة آسيا الأولى اللي كان الفريق مقدم مستويات عالية جدا بها، الفريق تقريبا بدلنا به تقريبا 13-14 لاعب، وهذول ال 13-14 لاعب كلهم لاعبين شباب، لاعبين يعني ممكن المرة الأولى يلعبون بفريق جماهيري والمرة الأولى يلعبون في أبطال آسيا. اللاعبين اللي جابوهم لاعبين عندهم مستقبل كبير، يعني لازم المفروض واحد يصبر لهم فترة سنتين إلى ثلاث سنوات يكونون لهم حظوة بأنه يكونون أرقام صعبة داخل التشكيل الأساسي بالنسبة لفريق نادي الشرطة. ولكن الآن أنت فقدت كثير من اللاعبين اللي هم يسموهم قادة داخل الفريق أو خارج الفريق، فقدت مثلا نظر غام إسماعيل، فقدت علاء عبد الزهراء، فقدت وليد سالم، فقدت كرار جاسم. هذول اللاعبين يقدرون يحملون مستويات الفرق الكبيرة اللي تلعب في أبطال آسيا. الشيء اللي صار انت متبدل 14 او 13 لاعب يراد لك الصبر لهذول اللاعبين، بدليل احنا صراحة يعني بالبطولة الست مباريات هاي البطولة الجديدة خلاصية لعبنا تقريبا مقاتل بعشرة الى 11 لاعب يعني خلال هذه الست مباريات. كابتن اسمح لي خلي نتوقف نتابع ما قاله البعض من ذوي الشأن على نتائج نادي الشرطة ولا نعودة، خليك ويانا. هذا هو المستوى الحقيقي للكرة العراقية، هذا هو نتاج للوضع اللي تعيشه المنظومة الكروية بشكل عام. هناك تخبط على مستوى الإدارات، على مستوى الكوادر التدريبية، على مستوى الوضع العام للمسيرة الكروية العراقية منذ سنوات عدة، ونحن نعاني من مشاكل عديدة، على مشاكل على المستوى المادي، مشاكل على المستوى الفني، مشاكل على مستوى اختيار اللاعبين المحترفين. كابتن يعني وأنت كنت في قلب الحدث ومتواجد، هل كنت تتوقع بأن تكون نتائج نادي الشرطة بهذه الطريقة، بهذه النتائج المخيبة للآمال؟ بلال خلينا نكون واقعين، أول شيء خلينا نحلل الفرق أو الدول الفرق اللي موجودة في مجموعتنا، يعني قطر وإيران والسعودية، إذا أريد نشوفهم فهم أفضل من عندنا بكل شيء. يعني إذا أريد نجيبها مثلا من التصنيف العالمي فهم أفضل من العراق بالتصنيف العالمي، إذا أريد نجيبها على القيمة التسويقية لهذه الفرق راح أشوف الدحيل والأهلي والاستقلال بحيث تقريبا 40 مليون يورو او 40 مليون دولار، الاهلي 52 مليون دولار، والاستقلال 25 مليون دولار. يعني قيمتك التسويقيه بهذا المستوى
من المستوى من المال راح تقدر بأنه تجيب أدوات تقدر بأنه تساعدك بالنتائج الإيجابية. هذا فشي ملحوظ. همين كابتن يعني همين خلينا نحكي بصراحة، همين فريق الشرطة مو قاصر يعني كميزانية وبعدين استقطاب لاعبين على مستوى أعمدة المنتخب، يعني أنت تعلم الكثير كانوا يمنون النفس بتقديم الشرطة يعني مستوى مختلف تماما يعني لأن أنت تعرف حتى أكمل لك بس هاي نروح على الميزانية أوكي حتى أكمل لك لأن فريق الشرطة يضم عن يا الأفضل ميزانية الشرطة لو دولة مثل فرق الآن لا لا احنا 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 دا نحكي من بين افضل الانديه بالعراق نادي الشرطه كميزانيه وكاستقطاب لاعبين يعني الكواليتي اللاعبين عندنا هم الموجودين يعني بالمنتخب وهو نفس هذا سؤالي كابتن هو اريد اسالك هذا السؤال هل هاي النخبه جيده الكواليتي العالي من اللاعبين اللي هم اصلا اعمده المنتخب العراقي هل هي حاله ايجابيه لو سلبيه مع نادي الشرطه لا أنا راح أعطيك السبب بعدم الظهور بمستوى جيد. يعني أول شيء إحنا ما توفقنا في هذا الموسم في مسألة إصابات اللاعبين. الفريق ب 28 لاعب. هلا حلل كيام شوي شوي. طبعاً الإصابات مالتنا دائما تكون إصابات طويلة المدى. يعني جلوس اللاعبين المصابين. يعني مثلاً إحنا 28 لاعب. قدنا أحمد جلال ومحمد مزهر وقروان حسين. أحمد جلال ومحمد مزهر نهاية الموسم مروان رجع أيضا رجع مرة الخنصاب هم فقدناه في بطولة آسيا الفريق بقى 25 لاعب هاي 25 لاعب أنت مثل ما تعرف أول ما بدينا البطولة فقدنا رافائيل سيلفا لعب تقريبا 72 دقيقة من الست مباريات وطلع أوت من البطولة ريفاز ايضا لعب مباريات متقطعه مجموع اللعب مالته 28 دقيقه و30 دقيقه و3 دقائق يعني 61 دقيقه من مجموع الست مباريات وايضا صار عنده احتكاك وضرب بالمباريات فخسرته من مجموع ست مباريات هو لاعب ل 61 دقيقه علي حصني نفس الشيء تقريبا 163 دقيقه لاعب لي من الست مباريات علاء مهاوي لعب له ثلاث مباريات والثلاث مباريات الأولى والثلاث مباريات المتبقية الأخيرة أوت أم بحكم الإصابة في الركبة أيضا عندك محمد قاسم ما كان بدايته جيدة ولكن أيضا لعب لعبتين كاملة أيضا فقدناه في مباراتين أو ثلاث مباريات ما كمل ويانا البطولة كلها بس بالأخير لعب مباريات ممتازة مع الاستقلال مع الدحيل ايضا عندك حسام كاظم لعب المباراة الاولى والمباراة الثانية مع الاهلي 10 دقائق وانحرم ثلاث مباريات الان لو اجمع لك حسن عاشور لعب لي مع الاهلي بديل بالدقيقة 76 مع الاهلي 14 دقيقة وكانت عنده ايضا ضرب واصابة من جراء الاحتكاك فقدنا شوف كان احنا انا اللي تكلمت لك استاذ بلال 28 لاعب ثلاثة اوت قبل البطولة اللي هم احمد جلال محمد مزهر ومروان وسبعة اوت ما كملوا البطولة اذا نجمعهم ايش قد سبعة ناقص 25 هاي 18 الراس اثنين 16 ايش بقى و16 ال16 انت لازم يكون البنج مالك على مستوى عالي في سبيل بانه تتواصل بالست مباريات شوف البنج مالك بالدليل احنا علي فاز ويا الدحيق بمباراة قبل الاخيره كان مدافع يسار لانه يعني حسام محروم وحسن عاشور مصاب طيب كابتن يعني اسمح لي خلي نتوقف ونتابع ما قاله البعض من ذوي الشان على نتائج نادي الشرطة ولا نعودة خليك ويانا ما يخص مشاركة نادي الشرطة الآسيوية أكيد لا ترضى الجميع لا ترضى المحبين ولا المتابعين ولا المعنيين نتيجة مخيبة للآمال الفريق يمتلك عناصر ممتازة
جلهم من لاعبين المنتخب الوطني. يعني كانت كل الأمور المفروض يعني نخرج مو بهذه النتائج المذلة. هناك خلل كبير، خلل تنظيمي وخلل فني وخلل إداري، كل هذه العوامل اجتمعت في هذه البطولة على أن يظهر هذا الفريق بهذا الشكل المخزي. كابتن اسمح لي أن ندخل بحوارنا ضمن اختصاصك المعروف. أنا حنقل لك عن لسان البعض، البعض يشكل على يعني حارس مرمى الشرطة أحمد باسل ويحمل مسؤولية الـ 12 هدف التي عانقت شباك الفريق، بماذا تعلل ذلك؟ أول شيء سعد بلال، إحنا نشوف الـ 12 هدف اللي دخلن، أقدر أقعد معه وأحلل قيمة الأهداف اللي دخلت. الأهداف اللي دخلت الـ 12 ما عدا هدف الأهلي السعودي المباراة الأولى اللي هي 3-0 اللي كان من خارج الجزاء، محمد جزء منه، أحمد واحد، كل الكرات ما عدا هذا الهدف الثاني مال الأهلي السعودي 11 كرة هي كانت داخل الجزاء. تذكر ال 11 كرة اللي داخل الجزاء من الصعوبة بأنه حارس المرمى يرد هكذا كرات، خصوصا أنت دا تلعب مع فرق على مستويات عالية. أحمد ما جت عليه كرة بالزاوية الميتة، ما جت عليه كرة سهلة، كل الكرات اللي صارت بأما انفراد يا أما كرات عرضية من داخل الجزاء. كابتن عفوا، اختيارك للحارس يعني لبطولة أو مباراة معينة غير إلها أسبابها، قناعة إلها طبعا فد رؤية خاصة بحضرتك؟ أول شيء إحنا بعد بطولة آسيا الأولى قدم أحمد باسل مباراة ممتازة وانسحب إلى المنتخب الوطني. الآن صار عندك حراس مرمى اثنين للمنتخب الوطني اللي هما أحمد ومحمد. من الموسم الجديد ما تقدر تحط واحد بالكأس، بطولة الكأس، وواحد بالدوري. أبو الكأس راح يلعب له أربع مباريات اللي هي مثلاً دور 16 والثمانية ونصف النهائي. هاي الأربع مباريات ما كافية يكون تم التأهيلية مباريات الدولية. ما يقدر يلعب ضد اليابان وأستراليا وكوريا بأربع مباريات، ما يكون جاهز بصورة ممتازة. فأنا شفتي في بداية الموسم أضيف لهم كل واحد مباراتين ثلاثة بالدوري، على متوصل إلى 20-25 مباراة لكل حارس، لأنه بدك تشتغل بالدوري خدمة للمنتخب الوطني، صح لو لا؟ هذا الشيء أنا اللي سويته بعد ما جي أليش في الدور السابع مع نادي السماوة. لعبنا محمد حميد مع نادي السماوة، فزنا 3-0. فردة بدله مع النجف المباراة اللي وراها، قال لي ليش تبدله كابتن؟ هاي بعد ما جي أليش الدور السابع، قال لي ليش تبدله؟ بقي مستوى كان مستوى جيد. كان هنا أنا هذا المدرب يلعب بالمستوى الثابت، وعندي أنا يعني فيديو يعني يدعم هذا الكلام بأنه هو يلعب بالمستوى الثابت. طيب أنت ستقول مكابتن أنت مدرب حراس والقرار الأخير إليك. نعم أنا مدرب حراس وعندي قراري. أنا اليوم من أريد ألح المدرب أقول له نزل فلان من الحراس، نزل فلان من الحراس، هو ما مقتنع. أسهل شيء يسوي يجر ورقة وقلم إلى الهيئة الإدارية المحترمة، أرجو تغيير مدرب الحراس لعدم الانسجام. الجمهور السلبي مو الإيجابي، الإيجابي اللي يشجع كيان النادي وشعار النادي هذا ينحط على الرأس، بس السلبي اللي يدافعون عن اللاعبين وما يعرفون شنو وضعهم للاعبين هو هذا اللي أثر على الفريق. طيب من وجهة نظر شخصية، وأنت كنت يعني قريب جدا على المدرب الأول ألكسندر أليتش، كيف تقيم مستوى الفني بصراحة؟ كيف تقيم أداءه وقيادته للفريق؟ والله مستوى الفني أنا أشوفه من وجهة نظري كفني جيد جدا، بس الرجل يعني فقد كثير من الأمور المهمة اللي تساعده في النجاح، من ضمنها أنت تعرف اليوم الأدوات مالتك إذا ما تكون جاهزة للقتال أو للحرب أو للمباريات تريد تسميها ما راح تقدر تأدي. تشكد ما تكون عندك معلومات متطورة ما راح تقدر تخدمك هاي المعلومات إذا ما الأداة مالتك تكون على تم الجاهزية للدفاع عن معلوماتك اللي أنت راح تنضيها. عنده عمل متطور، عنده عمل شغل كبير جداً. لاعب العراقي بصراحة مع احتراماتي للاعب العراقي 90% مو كلهم 90% من عندهم
ما مثقفين من بينطيك المعلومة ينزل يلعب على هواء، ينزل يلعب اللي هو يشتيه، يلعب ينزل يقدم اشتهادات شخصية بدون مبررات، يعني بدون ما يقول عليها المدرب. المعلومات اللي تنطي مثلا بسرعة ينسوها في وقت انتهى، هي ثقافة اللاعب المفروض تتفسخ في دماغه بأنه انت لاعب محترف، من ينطوك معلومة ينطوك حل وبديل للحل. كابتن، هذه النتائج لفريق الشرطة يعني السلبية حيصير لها تأثير، وجهة نظرك تأثير على 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 المنظومة الكاملة لمنتخبنا، خصوصا ومنتخبنا عنده مباريات مقبلة مهمة ما تبقى إلى بالتصفيات، لها تأثير سلبي؟ بصراحة تعرف هي طبعا تكون مؤثرة، بس احنا مثل ما نعرف أبطال آسيا هي أنا من وجهة نظري هي حتى أعلى من مستوى المنتخبات الوطنية بسبب وجود محترفين على مستويات عالية هذه الفرق. من وجهة نظري دائما اللاعبين العراقيين ينسون ما حدث خلال البطولات السابقة ودائما يبدون جديد، وإحنا من وجهة نظري منتخبنا راح يعبر أستاذ بلال، راح يعبر المرحلة الأولى. المرحلة الأولى يعني مو صعبة، المرحلة الأولى دائما الفرق العراقية تصعد، إحنا نتأمل بأنه نخطي خطوات ثابتة بالمستقبل، نكون رقم صعب أيضا على صعيد قارة آسيا في سبيل بأنه نوصل إلى كأس العالم. طيب كابتن سعداء بحضرتك وبانضمامك إلينا الآن، الوقت لك في كلمة أخيرة. بصراحة أنا أشكرك جدا على هذا اللقاء، صار لنا فترة كثيرة ما متقابلين، إن شاء الله يكون لقاء قدامي نوضح كل الأمور اللي مطلوبة من عندنا، وأتمنى إحنا نتعلم من أخطائنا. إحنا اليوم دائماً اللي يعمل هو عند أخطاء، ودائماً هاي الأخطاء إن شاء الله تتصحح بالمستقبل القريب، وأتمنى كل الموفقية والنجاح للشرطة وأيضاً إلى المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات القادمة. قبل ما تروح، أكو اتفاق جديد، أكو مهمة جديدة، خصوصاً وأنت حالياً حر، مع أي نادي آخر؟ صراحة تعرف هي الدوري على نهايته خلال هذه الفترة، وأيضاً من الصعوبة بأنه يقيلون الأجهزة الفنية بالوقت الحاضر، ماكو لحد الآن، ودائماً تعرف أنت اليوم تريد ترتاح، لمرات تأخذ لك راحة، فترة راحة تقدر تسترجع قواك على الموسم القادم، ونشوف وجهتنا إن شاء الله على الموسم القادم إن شاء الله. نتمنى لك التوفيق. شكرا مرة أخرى كابتن سعيد بانضمامك إلي في صدى الرياضة، شكرا جزيلا كابتن. شكرا جزيلا أستاذ بلال حبيبي. إذن هكذا انتهت رحلة فريق الشرطة العراقي في بطولة كان الجميع ينتظرها بشغف وترقب، لكن للأسف مستوى الأداء كان متواضعا، حيث عكس مدى بؤس الإعداد وتهاون القائمين على الفريق ومنهم الجهاز الفني الذي ظهر مكتوف الأيدي لا يقوى على فعل أي شيء بعد عدة هزائم، فضلا عن ضعف أداء اللاعبين المحترفين بالفريق الذين لا يصنعوا الفارق كما يفعل المحترفين مع الفرق الخليجية. وبين هذا وذاك نتمنى من إدارة النادي يعني إيجاد الحلول السليمة وليس حلولا ترقيعية، لأن التعامل الإداري يجب أن يكون بمستوى إمكانات وحجم وتاريخ نادي الشرطة، خصوصا وأن الفائدة الفنية ستعم على الأخضر الشرطاوي أولا، ومن ثم على منتخبنا الوطني الذي تنتظره العديد من الاستحقاقات الخارجية المهمة. على الموعد نلقاكم بإذن الله. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.